نتكلم شويه على طوبا شويه لحبيبي. تفضل تفضل. بصح انا كي طاحت الانفورماسيون تاع عنده مشاكل عائليه كنت سبق لي ودرت تاعو لي بيبليات ودرت ديكلاراسيون في شروق نيوز كان لي تدخل معك في يوم الجمعه. يوم الجمعه ما كانش عندي المعلومه تاع طوبا عنده مشاكل عائليه. نقدر نسحب التدخل تاعي انت تعطيني الاوف؟ معليش لا شوف هي باسكو تعترف انك تصرح سابق الاحداث يعني. لا لان المعلومه ما كانتش معلومه ما كانش المعلومه ربما ما كانش عندنا كامله طهرات يستاهل يكون في القائمه. ماشي معلومه كيما قالك مازال ما طاحتش المعلومه خلاص ما كانش بلاصه طهرات يقدر الكيب تاعو. انتما واش تشوفوا كاين اللي يقدر من البطوله الجزائريه يقدر يكون في القائمه كمدافع؟ انا ثاني نقدر نستنجد مدافع شباب بلوزداد مثلا هاوي يقول لك بوشار يقدر يكون يقدر يدير بوشار كداد حداد مصمودي اللي لعبوا في ليكيب هذه قبل ما تروح. عندي تدخل كان دونت بعد احنا في كاس العرب اشتغلنا محمد هضرت على كداد باش ما تروحليش الفكره تفضل يزيد فضلك بارك الله فيك. دوك كداد كي يقول لي امين يستاهل يكون في لاكوب دافريك كداد انا نوجدو بلا كوب عرب نوجد كداد بلا كوب عرب نعيط له لا كوب عرب الكداد وما نعيطش لطهرات باغي هنا نقطعك هنا بارك الله فيك هنا شفنا تو جاي في لاكوب عرب هنا راني حنقطعك ولكن اراد ان يحضر طهرات الى كاس افريقيا ولكن انا رايي المتواضع طهرات تقدر تقول نصف فشل لانه من بين أبرز المدافعين من 2019 في المنتخب الوطني يعتبر من أقدم المدافعين مع بلعمري قبل بردان وقبل توغاي. أعطيني من المنتخب الأول لاعب واحد ما برش في كأس العرب أبر طهرات الكل ما عندوش حبيت تقول ماتش ريفيرونس في ليكيب ناسيونال. شكرا جزيلا محمد خير الكلام ما قل ودل. أعطيني زوج مباريات الهامتين تاع المنتخب الوطني لعب ياخ مع لبنان سامحني توغاي وبدران توغاي وطهرات. جات مباراة مصر مباراة هامة هل اعتمد عليه المنتخب الوطني؟ يعتبر من المنتخب الأول كيف لبدران لطهرات أن يفسح المجال لبدران ولتوغا يكونوا في التشكيل الأساسي وهو من المنتخب الأول ماشي في التشكيل الأساسي. لعبنا مراها مباراة المغرب لما دخل طهرات مباراة المغرب الفريق الوطني دار هكا في 20 دقيقة الأخيرة ما برش نون سيلمون ما عطاش لوكازون الناخب الوطني ديالو باش يقولوا راني هنا اعتبار المنتخب الاول وزيد ما لعبش مباراه المغرب وما لعبش مباراه مصر. احكي لي على مباراه قطر دخل هو في دقيقه 66 زيد على ذلك انه دخل في مباراه قطر وكان عنده المهاجم المباشر تاعه خسر مونطاري خسر لو ديوال افيك مونطاري وسجل عليه يتحمل المسؤوليه لطهرات يتحمل المسؤوليه 100% لانه خسر ديوال الى بيردو سون ديوال افيك مونطاري اللي طلع وحط الكره. شوف كيفاش تراكمت كيفاش تخليني ما نتسائلش بوجوده في القائمة.